كلمني عن مكتوب عليا. مكتوب عليا مسلسل بدأنا نشتغل عليه من حوالي 7 شهور بشكل، ومش بقول كلام والله يعني مثالي ولا مزاجي، بس هو احنا بقالنا 7 شهور بنشتغل يوميا يوميا، انا والاستاذ خالد الحلفاوي المخرج اللي انا بتفائل بيه جدا وبكن له كل احترام وتقدير، لان هو فعلا يعني فنان ابن فنان وما بيبخلش على شغله باي مجهود، وعنده وجهة نظر ودمه خفيف وعنده ضمير، يعني كل الحاجات الحلوة. مع المنتج كريم ابو ذكري وخالد وكريم احنا عملنا مع بعض الوصيه. صحيح. فانا مبدئيا كده متفائل، يعني من اول ما بدانا نقول في فكره ونشتغل مع بعض كان عندي تفاؤل. زاد على كده السيناريست ايهاب بليبل كان جايب لنا فكره المكتوب عليا، الشخص اللي بيتكتب على دراعه الاحداث اللي هتحصل، فعجبتنا الفكره وقعدنا بدانا نشتغل عليها ونطور فيها لحد ما اهو احنا ده النهارده تاني يوم، والناس الحمد لله الحمد لله فضل من عند ربنا بيشكروا في المسلسل. طب لمن لا يعلم، هو اكرم حسني من اكتر الناس المنظمين اللي انا شفتهم في حياتي، امبراطور القلم والمسطره والجداول وبالفريم مش بالثانيه. بس بقى عشان ما اقولش للناس انكم كنتوا بتقعدوا تتريقوا عليا وانا بعمل الحاجات دي. ده صح برضو. ايوه، اصل احنا مش معقول نخش الاستوديو نلاقي اكرم قاعد جايب ورق وقاعد عمال بيسطر وبيعمل جداول لكل عشر ثانية بدون مبالغة. أكرم بيعمل كده. أكرم أنت لسه بتعمل كده في الشغل بتاعك في مسلسلاتك؟ بتقعد تقيس بالمسطرة؟ أنا لو وريتك الورق التحضير بتاع المسلسل بالجداول بمشهد مشهد بمين الممثلين بالملابس عاملة إزاي، يعني كده كده في أقسام بتعمل ده، الإخراج والملابس والديكور، أنا بقعد أعمل تفريغاتي أنا الشخصية عشان أبقى داخل كل مشهد عارف مين الممثلين اللي فيه، عارف حالة المشهد ايه، عارف علاقتي بالناس اللي انا جوه المشهد دول، احنا في حالة حب ولا كره ولا عداوة، يعني هو نفس الجدول ما اتغيرش.